اما حته مره يا سعيد موتتني. ايه رايك حبيبي يا معلم؟ ما انت والله عايز امرايه. ها مساء الخير يا معلم. عندي ليك واحده ثانيه بقى عشان انت قلبك خفيف من غير ضرب نار. ايه رايك؟ لا كفايه كده. بص يا سيدي. لا لا اسمعني بس. اسمع بس انا هقول لك. والنبي انت سامع؟ والنبي انت سامع؟ اسمع خدي بس قسط العربيه يا سعيد. ايه مالك؟ مش عارف عندي هبوط كده بس عندي يعني. لا 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 اقعد يا سعيد هنا اقعد اجيب لك ميه بسكر زي كرشه نفس كده. اه طبعا. يا الف سلامة. اه لا بس زي ما تقول كده الواحد بيطلع من بيت على الريق. فمع المشاوير بقى بتهب كده هي بس بتروح وتيجي. قسط العربيه يا برنس. انا كده هزعل بقى. واخد الحق بيزعل يا برنس يا عم. مش النظريه يا عم رامي ده انت بتعرف فلوس يا جدع. الله وبعدين فلوسك في جيبي. انا بس كنت عايز استاذنك في حاجه كده. لا ولا يعني لا يا جدع مش لما تعرف الاول. اكيد عايز تبقى حاجه من قسط العربيه يا برنس. يا ساتر. اتفضل يا سيدي. بس فيها 20 جنيه عشان احطها في جيبي. عنك سعيد. وانا لما اديتك العربيه بقيت لك فيها كبوت ولا فرده كاوتش ولا موتور؟ ما انا اديتها لك كامله يبقى حقي يرجع لي كامل. طب دول ناقصين 5 جنيه واختي جابت بيهم مشابل. يبقى مش هتاخد الوصل يا برنس الا لما ترجع المشابه.